تقديم إعلام هادف مثل هيئة الإذاعة البريطانية المستقلة التي ليست تابعة للحكومة الإنجليزية، وبالتالي إلغاء وزارة الإعلام. بسمة الشاعر، النيل. اليوم بيصل نموذج مماثل لمقبرة توت عنخ آمون إلى المرسى النهري لمحافظة المنيا ضمن رحلة نهرية بيقطعها النموذج من القاهرة إلى مقرب البر الغربي بمدينة الأقصر. طبعا الحدث ده في إطار ربما فعاليات أخرى هي في إطار زيادة الوعي الثقافي والسياحي وتنشيط السياحة بمحافظة المنيا، ومن المقرر تنظيم مهرجان أثناء رسو المركب بمرسى المنيا بحضور الجهات التنفيذية والسياحية. الرحلة تأتي في إطار التعاون بين وزارة السياحة ومحافظة المنيا لرعاية نقل مشروع نموذج مماثل لمقبرة توت عنخ آمون بالتنسيق مع جمعية محبي المقابر الملكية الفرعونية بسويسرا، وسيتم عمل نموذج آخر وتحديد مكانه في وقت لاحق. اليوم 3 ديسمبر هو اليوم العالمي للاحتفال بذوي الإعاقة. هذا اليوم تم اختياره من جانب الأمم المتحدة في عام 1992، وتم تخصيصه لهذه الفئة من المجتمع، من أي مجتمع، علشان يعني يلقوا الضوء على احتياجاتهم وعلى أهمية دمجهم في المجتمع. الاحتفال بيتم هذا العام في مصر تحت شعار فلنكسر الحواجز ونفتح الأبواب من أجل إقامة مجتمع شامل للجميع. هذا البرنامج بيسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جوانب الحياة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، وأيضا يعني يبحث في كيفية المساعدة في دمجهم في المجتمع بشكل يعني مثالي، وأيضا الاستفادة من إمكانياتهم التي يعني قد يستطيعون من خلالها إفادة المجتمع. الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة فرصة ذهبية لتجديد وتعزيز المطالبات بعدم التعامل مع هذه الفئة المهمة جدا في مجتمعاتنا على أنها معاقة بقدر ما هي لها احتياجات خاصة، ويجب أن تعامل كنظيرة لمن هم أصحاء، لأنها ممكن تعطي وممكن يحسن استخدام ما تمتلكه من قدرات ليعاد صياغة إدماجها في المجتمعات بصفة عامة بشكل أفضل من ذي قبل.